مرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. فقره ضيف الحلقه اليوم كيحضر معنا متخصص مجال القانون، يحضر معنا الاستاذ سليمان التهيلي، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقه في قانون الاعمال. استاذ صباح الخير. صباح الخير، مرحبا، اهلا بكم. اكيد انه يعني مجال المحاماه ومجال القانون يعني من بين المجالات المعروفه في المغرب، واكيد انه يعني نبغيو نعرفوا مجال المحاماه. يعني كسؤال اول استاذ، تحدثوا على المحاماه يعني كمهنه، شنو المميزات ديالها وعلاش اختاريتوها بالضبط استاذ؟ اولا كنود انني نشكر قناه الحقيقه على هذه الدعوه، واللي كتشرفني كثير وكتشرف هيئه المحامين بالدار البيضاء وبالمغرب. فمهنة المحاماة هي مهنة، أولا أنا اختاريتها نظرا لأنها مجال لتطبيق القانون. احنا درسنا القانون في الكلية لكن درسناه مجرد، أما مهنة المحاماة فكتجعل الممارس للقانون والدارس للقانون أنه يتواجه في الحياة، الحياة العادية، سواء علاقته مع بين الأفراد أو علاقته في المعاملات المالية ديالو، كل هذا الشيء كيجعل أن القانون كيصيب واحد المجال خصب للتطبيق. وهنا كيكون كما درسناه في الكلية، فالمحاكم هي مجال الحرب، مجال حرب تجعل النصوص القانونية في حالة حرب، قدرا لأن هناك تصادع وتصادم ما بين المصالح المادية وجميع المصالح. كنا نتكلم عن العلاقة الشغلية ما بين الأجير ورب العمل، نتكلم عن علاقات ما بين الشركات ما بين التجار، كل هاد الناس يتصادمون في المحاكم ويتصادمون بالقانون، من يفسر هذه القوانين؟ المحامون يفسرون لصالح زبنائهم، والقاضي يبت حسب سلطته التقديريه. يعني هنا ما نقدروش نقولوا يعني نطلق ربما من هذه النقطه اللي سالتهم منها استاذ، ونتحدثوا على خدمه المصالح يعني، او لا كتبقى غير هي فكره ربما اللي هي قدحيه اذا شئنا يعني ان نقول، لانكم تحدثوا على خدمه على التفسير يعني بطريقه خاصه وبعلاقتها يعني بخدمه المصالح. كيف قلنا يعني ربما تحدثنا قبل في الكواليس، تحدثنا على مساله يعني كيفاش ان رب العمل والاجير يعني كيوظف النصوص لصالحه من اجل يعني ربما بين ظفرين تحايل. واش انتم يعني متفقين مع هذه المساله؟ لا، هي ليست تحايل وانما تطبيق القانون لصالحه، لأن المقتضيات القانونية هي مقتضيات بعض الأحيان تكون دقيقة وبعض الأحيان تكون غير دقيقة، وإذا كانت غير دقيقة فهي مجال للتأويلات، فالتأويلات من طرف أو من آخر، فالأجير له محاميه ورب العمل له محاميه، كل يتكلم حسب مصالحه وكل يحاول أن يؤول القانون لصالحه. فهذا هو الهدف من تشريع قانون يحمي مصالح الطرفين. فإذا كان القانون يميل لجانب دون جانب آخر فهذا هو بيت القصيد، لأن القانون يجب أن يحمي مصالح اقتصادية واجتماعية. فاقتصادية نعم، يعني يحمي طبقة من الشركات من المستثمرين ويجلب المستثمرين، وفي نفس الوقت يحمي الطبقة الضعيفة من العقد اللي هي المشغل للأجير. وبالتالي فلا يمكن القول بأن هناك تحايل، فهناك مناقشة قانونية. نفس الشكل بالنسبة للنزاعات بين الشركات، هناك قوانين تضمن بعض الحقوق، لأن القوانين جاءت بعد مناقشة في البرلمان، مناقشة من ذوي المصالح، يعني هناك مناقشة لبنود قانونية لقوانين لفصول،
هذه الاصول تطبق في المحاكم. نعم، يعني قبل ما نرجع معك لمساله المزاوجه ما بين يعني المصالح ديال الاجراء وما ما بين ديال ارباب العمل، ربما اسمع في هذه النقطه بالضبط، يعني شنو الراي ديالك انت في هذه المساله؟ يعني المساواه. نعم، يعني كيف يعني يتم سن القوانين والعمل بها من اجل خدمه الصالح ديال اما ارباب العمل او ديال الاجراء؟ فاكيد كيف ما ذكر الاستاذ سليمان تهيلي ان الكل يعني يدافع عن مصالحه فواحد المكان اللي كنسميه اللي هو المحكمه. هذه المصالح ما كيدافع عليها كلا الطرفين اكيد بوجود محامي ذوي الاختصاص. ذوي الاختصاص كيتبنى القوانين اللي شار لها الاستاذ انها دارت وانتقت في البرلمان وخذاو، والاهم من ذلك ان خذاو بعين الاعتبار يعني المصالح الاجتماعيه ككل، القالب العام ككل، ما كنشوفوش يعني في المصالح الفرديه لكلا الطرفين، يعني كنشوفو القالب العام يعني والحالة الاجتماعية اللي توضعوا فيها الطرفين، ومن هنا كيتخرج وكتسن قوانين يعني كتكون مصادق عليها في البرلمان وكيتبناوها أهل الاختصاص في المحكمة من أجل يعني التشريع ما بين الطرفين. أكيد. أستاذ، واش وصلنا يعني لهذه المسألة؟ هذه مسألة أننا نرضيو الأطراف كلها؟ مستحيل أنك ترضي الأطراف كلها، لأن هناك صراع على مستوى التشريع وعلى مستوى التأويل وعلى مستوى التطبيق في المحاكم. على حتى على مستوى تأويل القضاة للنصوص القانونية حتى هنا فيه إشكاليات، دائما إشكاليات، ودائما كاين درجات التقاضي، ابتدائية، استئناف، محكمة النقد، بعض الأحيان هناك أحكام ابتدائية تعرف إلغاء من طرف محكمة الاستئناف وتعرف النقد من طرف محكمة النقد. هذا يعني بأن ومحكمة النقد والدور ديالها وهو التوحيد تطبيق القانون، نظرة إلى القانون، يعني هذا كيدل بأن هناك تضارب ما بين التأويلات. ما يمكنش تقولوا بأن هو الهدف الأسمى والهدف اللي بغاو وهو تحقيق العدالة. هذا هدف كبير. هدف كبير. نعم. قبل ما نوصلوا حنا للمحاكم، يعني واش ما كاينش شي حلول يعني اللي هي وديه اللي ممكن اننا نلجؤوا لها، يعني باش ما نوصلوش انا اصلا لمرحله اننا نوقفوا امام القاضي؟ القانون المغربي على ضوء القوانين الاخرى العالميه والعربيه فنص على طرق بديله لحل النزاعات. نعم. ومنها الوساطه ومنها التحكيم، وهذا كينص عليها القانون. فإلى عن طريق الوساطة استطاعوا هالطرفين أنهم يكلفوا واحد الوسيط والوسيط يجمع بين الآراء ويصل إلى حل، هذا الحل يكون كتابيا ومتفق عليه بشروط وبنود ويقدم إلى المحكمة من أجل تدييله بالصيغة التنفيذية ويصبح له قيمة ويحتج به وينفذ. كذلك نفس الشكل بالنسبه للتحكيم، هي درجه عليا من الطرق في الطرق البديله، وان نحكم شخص اخر او عده اشخاص في اصدار احكام، وهي ليست احكام وانما هي حلول وقرارات لها صبغة تنفيذية بعد وضعها إيداعها بين يدي المحكمة التي تراقب ليست تطبيق القانون وإنما ملائمتها للنظام العام فتكون قابلة للتنفيذ، نظرا لأن الطرفين منحوا الصلاحية لشخص أو عدة أشخاص لإصدار أحكام ليست أحكام قضائية وإنما أحكام تتسم بالإنصاف خاصة في الميدان التجاري. يعني أستاذ، كونكم محامي بهيئة الدار البيضاء أكيد وتخصص قانون الأعمال، بغينا نعرفوا يعني نوعية النزاعات اللي كتجيكم مثلا. النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية. العلامات التجارية، وغالبا النزاع ما بين مالك علامة مشهورة عالمية وبين تاجر يحاول عن طريق منافسة غير مشروعة لاستمالة زبناء مالك العلامة المشهورة،
إما عن طريق تقليد هذه العلامة، إما عن طريق إيداع علامة مشابهة لدى المكتب المغربي للملكيه الصناعية، أو عن طريق استيراد منتوجات تشبه علامة العلامة المشهورة عالميا كي يستفيد من سمعته ومن الأموال التي ينفقها في الإنتاج وفي الجودة وفي الإشهار. فهذه من ضمن الملفات التي نكلف بها. الضرر على مستوى اولا على مستوى الاقتصاد المغربي، لان هذا المنتوج هذا التاجر هو يمس بالاقتصاد المغربي، لانه اولا هذا المنتوج هو ذات جوده رديئه لا علاقه له بالجوده العاليه التي تعرفها العلامات الكبيره، العلامات المشهوره. أضيف إلى ذلك المشكل الضرائب، المشكل الاجتماعي على مستوى التشغيل، مشاكل كبيرة كبيرة. وعلى المستوى العالمي هناك ملايين الدولارات التي تمر إلى جانب آخر، إلى جانب القطاع غير المهيكل. وفي إطار العلامة التجارية يعني كنشوفوا توظيف ايضا السوشيال ميديا الفيسبوك في سرقه علامات تجاريه لاصحاب معروفين، وعن طريقها كيروجوا كيبيعوا المواد منافيه الجوده ديالها يعني لا علاقه مع الجوده ديال صاحب العلامه الاصليه. يعني هذه المشاكل اكثر من ذلك. وصل الامر الى بيع ادويه مزيفه عن طريق الانترنت، وما له من خطر على الصحه. وأنتم تعلمون مدى تأثير هذه الأدوية إذا كانت غير متوفرة على الشروط التقنية صحيا. مثلا كاين أدوية القلب، أدوية العصبية، أدوية العديد من الأدوية. هنا والمثال أمثلة عديدة على المنتوجات. هنا أستاذ كيف ينظر القانون وشنو هي المساطير المحددة في هذا الصدد؟ اولا القوانين اللي كتنظم هذا الميدان هو قوانين داخليه ديال المملكه، منها القانون 1797 واللي تعدل مؤخرا، ومنها الاتفاقيه الدوليه اللي صادق عليها المغرب. هناك عده اتفاقيات، منها اتفاقيه التداول الحر، منها اتفاقيات اللي صادق عليها المغرب في اطار الجات واللي كتعلق بالجمارك. فهاد القوانين اولا كتجعل ان اولا جميع الاستيرادات من المنتوجات المزيفه كتوقف في الميناء او في المطار في اطار الاتفاقيات الدوليه. كاين العقوبات، لان ملي كدار واحد المساطير كاين عقوبات مدنيه وجنائيه. المدنيه انه هذا التاجر كيتمنع من استعمال هذه العلامه ومن استيرادها باي شكل من الاشكال. ومن الناحيه الجنائيه كاين عقوبات حبسيه وغرامات وتعويضات تؤدى لفائده المتضرر. هذا بصفه عامه، لان الموضوع شائع وشائك. بصفه عامه هذا هو الانسان كيتمنع يخلص تعويضات، كي جميع المنتوجات تحجز وتبدد ويؤدي تعويضات وغرامات لفائدة الدولة وتعويضات على الأضرار اللاحقة بالمتضررين. لأن يعني أول شيء كيسولوا المستثمر إلى أي حد هاد الدولة كتعاقب. مثلا في ميدان القرصنة، ميدان القرصنة الإعلامية، تزييف البرامج الإلكترونية، حتى هو نفس المنتج غادوين عليه. أكيد. يعني فين وصل القانون في هاد الأمور هذه؟ إلى أي حد يعني يردع القانون مثل هذه الامور، مثل هذه الممارسات من خلال يعني تزييف البرامج الالكترونيه، من خلال يعني هذا البرامج الالكترونيه دخل على نفس القانون ديال حمايه الملكيه الادبيه والفكريه. الفكريه لان كاين فرق ما بين الفكريه والادبيه والصناعيه. الصناعيه اللي كتعلق بالعلامات والنماذج الصناعيه وبراءه الاختراع. وكاين البرامج، لان هذا ابداع. دونك الانسان، دونك هاد الشركات راه
عندهم القوانين المنظمه والاتفاقيه الدوليه المصادق عليها من طرف المغرب في هذا المجال. فالشركه اللي كتحس براسها بانه كاين هناك بعض الجهات تقلد وتزيف المنتوج ديالها فكتلتجا للطرق القانونيه وكدير مساطير عن طريق حجز وصفي وتتلوه دعاوى في المحكمه. استاذ يعني في دقائق نتحدثوا شويه على الجانب ديال الجريمه الالكترونيه اللي ولات يعني مستفحله بشكل كبير في مجتمعاتنا، يعني القانون والمشرع فين وصل في هذا الجانب؟ هنا كاين جوج ديال المصادر القانونيه. نعم. كاين المصدر الاصلي وهو القانون الجنائي والقانون المدني، يعني لان هذه الافعال وهذه الجرائم هي كينص عليها القانون، كما انها ان انسان كيدير النصب عن طريق معاملات واحتيالات ماديه، كما انه ينصب عن طريق الصفحات الالكترونيه، الصفحات عن طريق مثلا عن طريق الالكتروني بصفه عامه، عن طريق الاعلاميات والانترنت. ف جميع هذه المجالات هي مجال واسع لارتكاب الاخطاء والجرائم المنصوص عليها قانونا، وهناك كذلك قوانين خاصه اللي صدرت في المغرب واللي كتعلق بالحمايه المعلومات الشخصيه بالجرائم. كل هذه كاين قوانين خاصه، كاين قوانين عامه، قانون التجاري، قانون الجنائي، والقوانين الخاصه اللي كتنظم هذا المجال. فانسان كما قلنا قبيله ما يمكنش انسان ينتحل واحد الصفه ديال واحد الشخصيه سياسيه او اعلام عموميه ويخلق واحد، يعني كاين هذا كينصب في حقه وكيطبق عليه المقتضيات القانونيه المتعلقه بانتحال اسم وانتحال صفه. الا كان كيقول مثلا بانني انا شخصيه مرموقه، شخصيه معروفه، ويمكن يحتال على الناس. يعني مجال واسع. هنا كاين مشكل، هنا مشكل ديال تتبع من ارتكب هذا الفعل. لان كاين هاد الناس اللي هما كيرتكبوا هاد الافعال هما اذكياء، راه ما كيخليوش البصمات وما كيخليوش ربما انه عوض باش يستعمل حساب اي بي واحد كيستعمل حسابات باش يغلطك انت ما تعرفش ديك لا تراسابيليتي ديالو فين منين جا، تيكون نوع من التمويه. وكذلك كيستعملوا بعض البرامج ما يسمى بالانونيموس. بالنسبه لهادو كيستعملوا برامج الانونيموس من اجل تمويه كل شخص كيحاول انه يتبعهم شكون هما. ولكن المغرب عنده الحمد لله خبراء في هذا الميدان اللي واخا كيستعملوا، لانه هادو الخبراء كيعرفوا كيفاش يوصلوا لهاد الناس. فبالنسبه لنا في الجانب القانوني فكل شخص كينتحل الاسم او كينتحل الصفه ديال اي شخص اخر فكيعاقب عليه القانون. كاين قانون فصل في القانون الجنائي اللي كيعاقب على اي شخص ينتحل، بحال اما اي انسان انتحل صفه او اسم من اجل الحصول على منافع ماديه او منافع اخرى. ولكن الاشكال اللي كيتطرح هنا ربما كنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الاسراع في الملفات، يعني كتوضع ملفات لدى المحاكم، كتحط شكايات ايضا لدى السلطات الامنيه المتخصصه. الاشكال هو التتبع ووصول الحلول، يعني عديد ديال العائلات او العديد ديال الاشخاص الذين يتم اختراق حساباتهم او لا كيتم يعني عمل حسابات وهميه بالاسم ديالهم، نشر صور فضيحه، نشر امور، كتم وضع شكايات والسيروره ديال الملف كتوقف او لا ما كتمشيش بشكل سريع. فدائما المساطر كتعرقل. نعم. من اجل مشكل الاثبات. فملي كيكون الملف فيه ناقص اثبات فلا اكيد كيتحفظ نظرا لعدم وجود اثباتات. ولكن الانسان الذي مضى حق وراءه طالب، الانسان اللي كيتبع الملف ديالو كيتابع دائما وكيجيب الحجج وكيحاول يساعد، لان هذا الشيء راه ما ساهلش. يعني الطرفين ضروري خاص تكون عندهم متابعه. معلوم. لا، هو الطرف الذي ارتكب الجريمه. الطرف الذي ارتكب الجريمه خاصو تكون عنده متابعه.
لا خصو يتابع الملف، خصو يتابع الملف ديالو. ملي كيحيل الملف راه غتحال على الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه عندها الشرطه العلميه ديالها. يعني كاين واحد النوع ديال التتبع. التتبع كيكون تدخل ديال مفتشيه العمل؟ لا 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 علاقه، لا علاقه، لا علاقه. هذا بالنسبه للانسان اللي كيختار، اللي كيخترق واحد الحساب ويحاول يصيفط مثلا واحد الفيروس ولا هذاك الفيروس ما يسمى به لو شوفال دو تخوا، يعني كيحاول يجلب لك المعلومات ديالك، الشخصيه اللي كاينه في الحاسوب ديالك. ربما ذوك المعلومات غادي يستخدمها هو، يستخدم لك لو كونتاكت ديالك كله. كاين الناس اللي هما متخصصين في هذا المجال. دابا خاص القضاء، القانون والقضاء خصو يواكب هادشي، لان كاين هادشي غادي بواحد التطور سريع. ربما القانون غادي في تطور بحال السلحفات مع الارنب. بالفعل، لان المجال المعلومات والمجال التكنولوجي فهو يعني يسير بسرعه البرق كيف قلت. نعم، انت نرجعوا للشركات، ربما تحدثوا على الشركه عندما يتم يعني عمل حساب او صفحه بالاسم ديالها اللي هي صفحه وهميه غير صحيحه، ويتم من خلالها يعني التعامل وبيع بعض المنتوجات، يعني ترويج الامور، ادعاءات كاذبه، يعني القانون هنا كيفاش كيفصل في هذه الامور؟ وهنا كاين واحد الاشكال. نعم. اشكال شنو؟ وهو ان الشركه اللي عندها حساب، اللي كاين واحد الحساب وهمي تخلق لي بسميتها وسكتات، هذا هو الاشكال. لا، لان هنا كاين مساهمه من طرفها بالنسبه للاشخاص اللي كيتعاملوا معها بحسن النيه. فهنا القانون والاجتهاد القضائي بث في هذه القضيه. لان الانسان عندك شركه وخلقت شركه وهميه في سميتك، خصك تدخل ماشي تسكت. ملي كتسكت كتفتح مجال الضحايا. الوكاله الظاهره شنو هي؟ وهي ان انسان كيتعامل مع واحد المؤسسه على انها مؤسسه حقيقيه، في حين انها مؤسسه وهميه. وهنا كاين واحد القانون يحمي هذاك الشخص اللي يتعامل مع ديك المؤسسه، نظرا لان صاحب المؤسسه الاصليه سكت وترك الامور على حالتها، وهذاك الشخص اللي تعامل معها هو حسن النيه، اذا خصو يتحمى. دونك كاين حمايه قانونيه لهذا الشخص. هنا استاذ، مساله الاسكات اللي كتعتبره المحكمه انها واحد السكوت من طرف الشركه، هنا مثلا في حاله ان الشركه ما كانتش على علم، على درايه ان هناك واحد الحساب وهمي يعني كيروج المنتجات، ولا يعني حساب وهمي كتخاد باش يروج المنتجات لا علاقه مع المنتجات الاصليه، هنا كيفاش كتنظر المحكمه وكيفاش كتدقق في الامر؟ هذا العلم هو عنصر واقعي يترك للسلطه التقديريه للمحكمه، واش كانت على علم ولا غير علم. اذا كانت على غير علم فلا يمكن ان تؤاخذ، ولكن اذا كانت على علم وتركت الامور على 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 ما هي عليه، وتركت الضحايا يستغلون من طرف هذه الشركه الوهميه، فهذا هذه مسؤوليه بالنسبه لها. السؤال المطروح استاذ هو واش كاين قانون كيحمي الشركه من هذاك الشخص اللي اختلس هذيك الصفحه او الموقع او اي يعني صوره الكترونيه؟ معلوم هذا كاين قوانين كثيره اللي كتحمي ضد، لان هذه مسائل شخصيه ما يمكنش انسان يستعملها الا برضا صاحبها. فمثلا شركه او موقع لا ما عندش حق اي واحد. كاين قوانين زجريه وفيها عقوبات حبسيه اللي كتمنع هذا الشيء، بالاضافه الى التعويض عن الاضرار. لان والا فاي واحد، اي شخص ممكن انه ينتحل صفه اي شخص ويستغل الشخصيه ويستغل مكانتها، والشركه كذلك. شركه لها سمعه ولها زبناء ولها قيمه ولها جوده في في المنتوجات والخدمات. هذا ما تكلمنا عنه في مجال تقليد العلامات وتقليد نعم.
أسماء. الأستاذ سليمان التهيلي عضو هيئة الدار البيضاء ومقبول لدى محكمة النقد. نصل إلى ختام فقرة ضيف الحلقة ونمر على جناح السرعة أعزائي المشاهدين إلى فقرة حرب الجمهور. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم فقرتكم فقرة حرفة بلادي. اليوم غنتحدثوا إن شاء الله على حرفة من أهم الحرف المعروفة في المملكة المغربية اللي هي حرفة الخياطة. أكيد أننا اليوم كنتواجدوا في منطقة الحي محمدي أحد الأحياء الشعبية في كازا في الدار البيضاء، وإن شاء الله غنتحدثوا مع سي حمد اللي هو خياط معروف هنايا في هذه المنطقة هذه. أكيد أنه عنده تراكم ديال سنوات ديال الخبرة إن شاء الله، وغادي يحدثنا على الحرفة ديال الخياطة كيفاش بداها وشنو الأسرار ديالها وكيفاش كتخدم وكل هالشيء إن شاء الله غنتعرفوا فولي اللحظة اللي غندخلو عند السي أحمد. السلام عليكم، سنة سعيدة كنتمنوها للمشاهدين الكرام والزبناء ديالنا إن شاء الله. أنا أحمد همسي أحمد اللي كنمارس هذه المهنة تقريبا لمدة 25 سنة، اللي كنت تعلمتها من راك تفيت قلت هذه المسألة. كنت ملي كنت كنقرا كنت كن مارسها، ومن بعد كانت هي المهنة الرسمية ديالي، والحمد لله استمرينا فيها وحاولنا نحققوا فيها بزاف اهداف المسائل التقليدية واللي تدخلنا فيها شوية العصري. الفكرة هي جات هكاك، انا كنقرا وكان واحد الخياط كان قبالة الدار ديالنا، وكنا كندخلوا كان ديك الساعة غير اليد ما كانش الآلة، وكندخلوا كنبقاو نتعلموا، وفعلا هذيك الساعة عجبتني المهنة واستمريت فيها، وبقيت من بعد فاش خرجت من الدراسة وبقيت في المهنة ديالي. الحمد لله ضروري شوية البحث، ضروري شوية كتبقى غادي على حسب الوقت، كل وقت وقته كتبقى حتى كتبحث. دابا صيغتو كاين التواصل الاجتماعي، كاين هاد المسائل هما اللي كيخليوك تستمر في هاد المهنة. الخياطة التقليدية بالضبط، بحال دابا مثلا نعطيك انا مثال، بحال دابا هذه الدبانة اللي كانت زمان وباقى الآن وكتخدم بطريقة نص دزيري وباليد، يعني بطريقة تقليدية. هذه كتحس براسك انت راه كتخدم شي حاجة تقليدية حرة. من بعد بدات شكل اخر، دابا مازال هذا تا هو كان هذا التركي اللي تا هو كان زمان غير طورناه كنديروا فيه شي حاجه، فيه موديلات هو بحال هذا الشكل، كاين هذا الشكل عاوتاني كاين فيه شكيلات، عاوتاني كاين رباطي، فهمتي؟ كاين رباطي تو بطريقه اخرى، كاين ثاني خدمه المعلم اللي هي بحال هذا الشكل، طريقه بلديه عصريه في نفس الوقت ومرصحه بالحجر. دابا مثلا بحال لاكوب، استمرينا في لاكوب، كاين لاكوب جديده بحال هذا القفطان النيت اللي كاين هذا الغوز، هذا فيه في صالة دابا كيقول في صالة ديال الحوتة، تا هو طرز ومرصح بالحجر وفيه لاطغين. كاين شكل ديال بحال هاد اللبيسات ها هما كاينين تما في صالة ديال لاغو، عاوتاني رجعوا دابا في صالة ديال الضغوة افتتاحات في الجناب. حنا غادي نمشيو على حساب الزوانة، على حساب الطلب ديالهم. كاين بحال هاد جليل بيت بحال هاد الشكل كيكون بالطرز وكيكون مرصخ بالحجر، كيكونوا فيه موديلات. كاين زواق المعلم تا هو كنخدموا بها الطريقه وكندخلوا فيه، دابا ولينا كندخلوا فيه حتى البرشمان، كيكون المعلم بالنسبه لهاد الوقت كاين اللي كنخدموها باليد، كاين اللي كنخدموها بالماكينه على حساب الطلب ديال الزبون. شوف الزبون واش كيبغي، فين ما القدره الشرائيه والقدره. كاين هاد الشكل عاوتاني ديال الطرز الرباطي في الجلابه، تا هو ولا ليه كتدخل على حساب الطلب ديال الزبون واش كيبغي يدخل الالوان واش كتبغي على حسب سميتو. كاينه معنا استاذه مصممه حتى هي كتعطي الالوان. كاين البرشمان كنديروا فيه بزاف لي موديل. كاين بالنسبه لهاد الجلابه هاد دوبيس اللي كتكون من قطعتين، حتى هي فيها هاد الشكل كيتلبس كياخذوه العرايسات كيتلبس فيه القفطان لتحت والجلابه حتى هي الفوق. السلام عليكم، معكم إلهام مصممة أزياء من المحل موضة عقبة اللي تابع المصمم أحمد همسي. اليوم بغينا نقدم لكم لاتولي اللي احنا كنخدموا فيها،
اللي كتعتبر بحال معكايا على حساب الدراري. عندنا صنايعي اللي كيخدموا لينا بالاله بحال ما هادي، عندنا جوج، كاين هذا السيد وكاين هذا، وكاين حتى الدراري اللي كيخدموا معنا باليد، اللي يعني بالنسبه لكاع دوك الحوايج اللي كيطلبوهم بالنسبه للزبائن اللي كيكونوا مطلوبين على حساب اليد كندوزهم هنايا. كاين معنا هذا وكاين هذا السيد تاوعي، جوجهم كيخدموا معنا ديال مسائل اليد. بالنسبه الى بغينا نخدموا البياسه باليد كيكون يعني كامله باليد، كيكون هو اللي كيتكلف بها بكل شيء اللي عارف. اما الا كنا غنخدموها بالماكينه، حاليا ولات الماكينه واليد يعني مساويين، ولات البياسه كتخدم بالماكينه ولكن لا فينيسيون ديالها كامل كيدوز باليد، ولا يعني داكشي ديال العقاد، كاين الزواق ديال المعلم حتى هو كيتركب باليد، كاين فرق. بالنسبه للوقت كتاخذ الوقت، بالنسبه الى كانت باليد كتاخذ وقت طول من اللي كانت بالماكينه، هادشي اللي كاين. ولكن حاليا كنحاولوا ان البيازا يعني نخدموها بالماكينه وفي نفس الوقت كنفينيوها باليد، باش كتبقى يعني شاده ديك القيمه ديال الطابع التقليدي، ماشي يدرج عليها يعني الماكينه وصافي راه دايزه كما كنقولوا، يعني غير بياسه وصافي. الخياطه دابا وصلت لواحد الدرجه اللي هي عاليه، ماشي مابقاش بحال كيف زمان. ودابا ولا كلشي كيلبس، ولا الصغير ولا الكبير ولا المتوسط كلشي كيلبسها. حيت الخياطة ولاو فيها لي موديل بزاف، التقليدي ولا دخل العصري، كيتماشى مع كلشي. لحقاش وصل هو لواحد النسبة اللي هي عالية، راه ولا كي حتى بالنسبة لأوروبا ولاو عليه إقبال، حتى في الخليج كاين عليه إقبال، يعني ولا إقبال بزاف. علاش؟ حيت ما بقاش لاكوب الأولى، ولا لاكوب ديال هذا الوقت اللي كاينة دابا كتمشي على حسب. كاين اللي كيبغيها في صالة عصريه بالضبط، ولكن حتى غير مدخل فيها التقليدي بحال الدبانه بحال شي حاجه اللي هي كتبان لك تقليدي، ولكن لاكوب عصريه. هادشي علاش ولا اقبال على التقليدي بزاف. في الشوفه راه تقليدي، ولكن لاكوب ديما كتكون عصريه. دا تما فين كيكون المعلم كيبغي كيوصل شي حوايج اللي عنده هو في الطاقه ديالو، كتكون عندك انت كتشحن بشي حاجه لداخل. مني كتكون تشاد لاكوب كتعرف كيفاش دير ليها، مثلا في الحجر، في الطرز، واش غدخل ليها من شكيلات، اش من الوان، على حساب العروسه ثاني اش كتبغي، واش كتبغيها ايني، واش كتبغيها بالالوان، تما فين ودابا ما بقاتش ولات تلاقب اخرى بالنسبه للعريسات، راه ولاو شكل اخر، ولا لاغوب صواغي بطريقه اخرى، بطريقه عصريه كاع. بالنسبه للدومين ديالنا ما عندناش فيه شي صعوبه، كتكون الصعوبه بعض المرات مع بعض الزبناء اللي ما كتكونش اللي هما اللي كتكون شويه صعيب معاهم. ما بالنسبه للمهنه ديالنا ما عندناش الحمد لله شي صعوبه، كنديروا مجهود كبير، كاينين عندنا صنايعيه اللي في المستوى، كاين عندنا الناس اللي كيستقبلوا الكليان ثاني اللي في المستوى، ما عندناش شي صعوبه الحمد لله في هذه المهنه. ولكن باش كترضي كليانه وباش كتوصل ليها ولا باش توصل لك هي، كاين اللي كتكون جايبه ثوب وما عارفاش شنو غدير فيه، وانت كتحاول ما امكن باش توصل ليها واحد باش تفهم هي. كاين عندي صناعيه، كاين صناعيه اليد، كاين صناعيه البرشمان، كاين عندي وانا كنحاول المهنه كنخدمها هنا عندي في المحل، راه كتشوفوا ولا شفت في الكاميرا كلشي كي هنا عندي في المحل هنا الفوق، عندي الاله وعندي صناعيه اليد كيخدموا. بالنسبه للتقليدي الحمد لله راه ولات فيه، ولاو فيه حوايج اللي جداد، ولاو فيه فصاله اللي هي جديده، وكتبقى كتماشى مع جميع الفئات. وكنبغي كاع الناس يجربوا عندي نيت مثلا ويشوفوا القدرات ديال احمد. رجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين. اكيد ان حرف المغرب فهي متعدده، والمغرب ولله الحمد زاخر بعديد الموهوبين الذين يعني يتقنون حرفهم ومهنهم. وكيف ما لاحظنا اكيد ما شاء الله يعني الحريفي ديالنا ما شاء الله يعني متميز ومتالق. فاعزائي المشاهدين اكيد ان فقرات برنامجكم برنامج بونجور ما زالت متواصله. غنمر اللحظه يعني مباشره وعلى جناح السرعه كما تعودتم لفقره ستايل وديزاين رفات أزمة. مشاهدينا الكرام، في فقرة ستايل وديزاين اختاريت اليوم نتحدث لكم على الأعمال اليدوية. معروف عبد الصمد الأعمال اليدوية مختلفة ومتنوعة وفي ابتكار وفي تطوير بشكل يومي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية يعني تدوير الأشياء.
عندنا شي حوايج قديمه، شي حوايج مثلا بواطات، عندنا اشياء مختلفه يمكن لنا ان نديروا لها اعاده تدوير ونخلقوا منها او نصنعوا منها يعني اشياء فنيه نستوظفوها في تزيين ديكورات البيت او لا حتى الملابس. تابعوا معنا مشاهدينا هذا الروبورتاج ونشوفوا كيف تتم عمليه تدوير الاشياء وصنع ديكورات منزليه. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين. اكيد يعني فقره ستايل وديزاين تخصص ديال اسماء في كل حلقه، اسماء تبهرنا وتقدم لنا الجديد دائما، يعني امور اللي هي رائعه ورائعه للغايه. اسماء يعني في كل حلقه تفاجئنا. ويعني اختاريت بالضبط هذا الموضوع ديال اعاده تدوير الاشياء. كنلقاو في جميع المنازل في البيوت ديالنا شي حويجات يعني مخصهمش يترماو، يمكن كتجي كاينين افكار نبتكروهم ونطوروهم ونصنعوا منهم مثلا كيف ما شفتوا معنا في الروبورتاج، من اشياء بسيطه، اشياء اللي كنا نقدروا نكونوا رميناها صنعنا منها اشياء اللي وظفناها في ديكورات منزليه بحله رائعه. الفعل يعني حفاظا على البيئه وايضا يعني حفاظا على المصروف الذي من خلاله سوف نقتني اشياء جديده، بامكاننا تدوير هذه الامور واستغلالها في مجالات اخرى. اكيد حتى حاجه ما كتضيع، يعني المغاربه معروفين بهذه المساله هذه، الحمد لله حتى حاجه ما كتضيع. موادنا وجداتنا علمونا يعني منذ القدم اننا نستغلوا كل شيء في المنزل واننا نحافظوا على كل الامور ما ترماش وتستغل في امور اخرى. اعزائي المشاهدين يعني من بعد فقره السير وديزاين واسماء غنمروا على جناح السرعه لفقره جديدكم مع ادريس. سيداتي وساداتي مرحبا بكم في فقرة جديدكم. اليوم غادي نتكلموا على اخطار الشواحن الغير الاصليه وخصوصا استعمال الهاتف وهو في الشاحن، مما يؤدي الى انفجار ديال البطاريه ديال الهاتف ولا كيؤدي انفجار ديال الشاحن. خليوكم مع هذا الفيديو اللي غادي يوضح المخاطر ديال استعمال
ديال الهاتف. أصبحت حوادث انفجار الهواتف النقالة ظاهرة نسمع بها كثيرا في الآونة الأخيرة، ويعود السبب في أغلب الأحيان إما لرضاءة جودة شاحن الهاتف أو لتقادم البطارية، فبعد أن يضيع منك الشاحن الأصلي لهاتفك تضطر للبحث عن شاحن قديم مثل هذا الذي يظهر أمامك وتستخدمه. فمثل هذه الشواحن غالبا ما تكون غير أصلية ومقلدة، مما يعرض هاتفك ويعرضك أنت شخصيا للخطر. في السابق كانت الكثير من الدراسات العلمية تحذر من مخاطر الموجات الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الهواتف النقالة، والتي يعتقد أنها تؤثر على الإنسان وصحته، إلا أن التحذيرات الجديدة طالت خطر تلك الأجهزة المتمثل في حدوث صعقات كهربائية بسبب توصيل تلك الأجهزة بالشواحن، حيث تتراوح أسباب انفجار بطاريات الهواتف النقالة بين عيوب الصناعة وارتفاع حرارة الهاتف بسبب سوء الاستخدام أو الشحن الزائد، مما يجعل بطارية الهاتف تكون بمثابة بطارية قابلة للانفجار، ويظهر المقطع على الشاشة رسم للسيناريو المفترض قبل وأثناء مخاطر شحن الهاتف. وإليكم الآن 5 نصائح ذهبية للوقاية من مخاطر الهاتف اليومية. أولاً، لا تضع هاتفك تحت الوسادة أثناء الشحن، فقد ترتفع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن، وخصوصاً إذا كانت هناك بعض التطبيقات التي تظل نشيطة وتعمل في الخلفية. لذا من الضروري وضع الهاتف في مكان جيد التهوية وليس تحت الوسادة كما يفعل الكثيرين، فيتعرض الهاتف لحرارة زائدة تجعله عرضة للانفجار في أي لحظة. ثانياً، لا تبالغ في استخدام الهاتف أثناء الشحن، إن أحد الأمور التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف النقال وانفجاره أحياناً هي استخدامه بشكل مكثف أثناء الشحن، كأن تستخدمه في مكالمة طويلة مثلاً. المشكلة أن الانفجار في هذه الحالة هو الأكثر خطورة، لأن الهاتف في هذه الحالة يكون قريباً من الوجه. ثالثاً، تعرض الهاتف لصدمة قوية أو البلل، فقد يتعرض الهاتف لصدمة قوية لدى وقوعه أرضاً أو يتعرض للبلل قبل أن تفلح في إنقاذه. فبالرغم من عودة الهاتف للعمل، إلا أن بعض مكوناته الداخلية قد تتسبب في إشعال النيران بسبب خلل غير ملحوظ في الدوائر الداخلية تؤدي لحدوث تماس كهربائي. رابعاً، قم بتغيير بطارية هاتفك في حال إتلافها. إذا كانت البطارية تنفذ بشكل سريع بعد فترة طويلة من الاستخدام، وخصوصاً إذا لاحظت أن البطارية قد انتفخت فربما حان الوقت لاستبدالها، فهذه علامات غير مبشرة أبداً. فإذا تواصل استعمال تلك البطارية في الهاتف سترتفع درجة حرارتها وستتأكسد داخلياً، مما سيزيد من احتمال الانفجار أو الاحتراق. خامساً وأخيراً، لا تجعل هاتفك يشحن بشكل زائد ولفترة طويلة، فعلى الرغم من أن الهواتف مزودة بدائرة حماية عند امتلاء البطارية، إلا أن تلك الدائرة قد تتعرض للتلف عند ترك الهاتف في الشاحن لساعات طويلة، وهذا قد يزيد من احتمال انفجارها مع مرور الوقت. وعموما فإن نسبة حوادث انفجار بطاريات الهواتف المحمولة هي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بعدد الهواتف المستخدمة، لذا فالأمر لا يدعو أبدا للقلق والرعب من استخدام الهاتف. فهذا الفيديو لا يعد أن يكون وقائيا للحفاظ على سلامتكم من مخاطر الهاتف. كيف ما شفتوا معنا في الفيديو مخاطر استعمال الهاتف هو في الشاحن والأضرار اللي كيتسبب فيها جسديا في جسم الإنسان من حروقات وتشوهات، كنتمنوا تكونوا استفدتوا معنا وتردوا البال ليكم ولوليداتكم. تلاقوا في حلقه جديده من فقره جديدكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من جديد من بعد فقره جديدكم مع ادريس. اكيد ادريس بطل التكنولوجيا والتطور والانترنت، اكيد في كل حلقه كيقدم لنا معلومات جديده تخص مستجدات تهم عالم التكنولوجيا والانترنت. واكيد يعني حلقتنا النهار اليوم كانت متنوعه، ليس كذلك اسماء؟ بالفعل متنوعه وغنيه بالمعلومات الجديده في جميع المجالات، وهذا هو الهدف من برنامج بونجور.
برنامجكم برنامج بونجور وصل نقطة نهاية أعزائي المشاهدين. أكيد في ختام الحلقة كما تعودتوا غنمر مباشرة الفقرة اللي كنختموا بها اللي هي فقرة جمال بلادي. هاجر أيلان ستوضب لكم صور رائعة لجمال مغربنا الحبيب اللي من خلالها غتقدم لكم روعة وجمال مغربنا الحبيب. كما قلت في ختام حلقتنا النهار اليوم مبقى لي غير نوصل لكم تحيات الطاقم الذي أعد لكم حلقة اليوم من برنامجكم برنامج بونجور. شكرا أسماء على التنشيط ديالك الحلقة اليوم. العفو شكرا لك. أكيد وشكرا أيضا المصورين والمخرجين ديالنا عصام الخليلة وعمر باموس. هذه تحيات طاقم برنامجكم برنامج بونجور من المغرب. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.